تيجي يا دكتورة إيمان، تفضلي حضرتك الأول اوكي كلمة حاضر. الافتتاحية. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الويبينار اليوم، والذي نقيمه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد. هذا اليوم العالمي يوافق الثاني من إبريل، ولكن الثاني من إبريل سيكون الأول من رمضان، وبالتالي فضلنا إقامة الويبينار يعني أسبوع قبل الموعد المحدد، لكن الغرض منه إن الناس كلها بتعتبر شهر إبريل بالكامل هو شهر التوعية بمرض التوحد. الهدف في العالم كله أن ينظر إلى مرضى التوحد، أو خلينا نقول الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، باحترام وبتقدير وبتفهم لاحتياجاتهم. والثيم لهذا العام: Let us create the world where all the autistics can reach their potential. يعني خلينا نخلق العالم الذي يسمح بكل الذين لديهم اضطراب طيف التوحد بالوصول إلى منتهى ما يستطيعون وفقا لإمكانات كل واحد منهم وطموحاته ومساعداته من السوشيال سبورت، يعني الشبكة الاجتماعية والشبكة المجتمعية. احنا بنرغب ان احنا نوصل صوت الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد لكل انحاء العالم، وبالتالي اعتمدت هذه المناسبه عن طريق الامم المتحده. كانت سنه 2007، يعني السنه دي بنحتفل بالذكرى 15 لاقامه هذا اليوم، واحنا حريصين على الاحتفال به في وحدتنا منذ 2016. لكن هذه الندوة تقام الآن بالمشاركة مع القسم الطبي بكلية الدراسات العليا للطفولة، والتي نشرف بوجود عمدتها معانا النهاردة، الأستاذة الدكتورة هويدة الجبالي، والتي هي في نفس التوقيت نائب رئيس الجمعية المصرية للاضطرابات الذهنية ورعاية الأطفال التي أشرف برئاستها، والتي تشترك في تنظيم ندوة اليوم، وأيضا بالتعاون مع وحدة اضطرابات التطور والسلوكيات في كلية الطب جامعة عين شمس قسم طب الأطفال. اسمحوا لي أني أقدم أول متحدث في ندوتنا النهاردة، الأستاذة الدكتورة هويدة الجبالي، أستاذ طب الأطفال وعميد كلية الدراسات العليا للطفولة ونائب رئيس الجمعية المصرية للاضطرابات الذهنية ورعاية الأطفال. الأستاذة الدكتورة هويدة هتقدم لنا نبذة عن المركز الذي يرعى ذوي الإعاقة الملحق بالكلية الدراسات العليا للطفولة، والذي له أيادي بيضاء على أطفال كثيرين يعانون من إعاقات متعددة ومنهم اضطراب طيف التوحد. اتفضلي يا دكتورة هويدة، شرفينا بالمشاركة بتاعتك. صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. ابتدي الكلام بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين. طبعا مدى سعادتي بحضوري مع عيلتي بقى، لأن انتوا البيت الأول بتاعي طبعا، قسم طب الأطفال، الدكتورة صفيناز والدكتورة إيمان حبيبتي، وكل الحضور منا بنوتتنا بقى، والدكتورة أماني والدكتورة هدى. أهلا بيكم يا حبايبي. أنا عميد كلية الطفولة، طبعا أنتوا عارفيني كويس قوي. وعندنا ورئيس مجلس إدارة مركز رعاية ذوي الاحتياجات. المركز ده الحقيقة أكبر حاجة حلوة اتعملت على مستوى الجامعة، وأعتقد إنها على مستوى الجمهورية، لأن هو أول مركز أنشأ على مستوى الجمهورية، إن هو بيحتوي على جميع الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الاحتياجات. احنا النظام عندنا ان احنا عندنا 35 عياده. الطفل اول ما بيجي عندنا بيدخل على عياده طب الاطفال، بيقابله الدكاتره بتوعنا اللي هم المدرسين المساعدين والمدرسين، وفي عندي دلوقتي ما شاء الله اساتذه مساعدين زي ما دينا الالفي هتتكلم كمان شويه، وريهام صبري بقوا ما شاء الله اساتذه مساعدين دلوقتي. الحقيقة بيخش يشوفوا المتخصصين من أعضاء التدريس،
وبناء على تشخيصهم بيبتدي تحويله، يا اما بيخش على طب الاعصاب لو هو حاجه في الجهاز الحركي او حاجه عصبيه، او الطب النفسي لو هو حاجه زي الاوتيزم والامراض المنتال ريتارديشن كلها. بتبقى عياده الطب النفسي طبعا رئيسها الدكتوره منال عمر، ومعاها نخبه كويسه جدا، بيكشفوا على الطفل كويس قوي، بيعملوا له تقييم وبيطلبوا منه الاي كيو بتاعه. بيتعمل عندنا عن طريق القسم النفسي. القسم النفسي هم اللي ماسكين جميع الاختبارات اللي بتحتاجها الاطفال، زي التوحد، زي كل الاختبارات والاي كيو والحاجات دي ماسكها بيكون عليها اعضاء التدريس. هي هم نخبه برضو، والحقيقه ما فيش اختبار مش عندنا الحمد لله بيتعمل، وبيتعمل على ايدي يا اما اعضاء التدريس او على ايدي الاخصائيين اللي عندنا. واحنا الحمد لله رب العالمين الاخصائيين اللي عندنا كلهم من حاملي الماجستير والدكتوراه. يرجع بعد التقييم بتاعه بيجي يتحط في التراك بتاعه الصح، وبيجي ياخد جلساته بقى، جلسات كلها سواء تخاطب، تنميه، في عندي طبعا قسم السمعيات، جهاز قياس السمعيات عشان اتاكد الاول ان الطفل سليم، وبعدين بيتحط له البرنامج بتاعه، تخاطب، تنمية مهارات، تعديل سلوك، إرشاد أسري، في علاج طبيعي اللي هو العلاج المائي، عندي الهايبر باريك أكسجين، عندنا واحدة كاملة للديسلكسيا، عندنا واحدة كاملة للتكامل الحسي، إزاي عشان نعمل تأهيل للطفل في الكوجنيتيف فانكشن بتاعه، عندنا طبعا واحدة كاملة للأوتيزم اللي هو زي تميين اللي احنا النهارده بيبقى الاحتفال بيهم. عملنا لهم حاجات كتير، نحاول نبعدهم عن التشتيت سواء عن طريق السنسوري روم او حاجات اخرى. بالسنسوري ده فيه بالتاتش وفيه بالفيجوال، و عندنا وحده ريسيرش مخصوص. حقيقه الحمد لله رب العالمين، يعني اعتقد ان احنا يعني عاملين شوط كبير في هذا الموضوع، واعتقد انه الحمد لله يعني لينا موقع على مستوى الجمهوريه، وبيجي لنا ريفيرر من جميع المحافظات. واحنا الحقيقه ساعه لما كانت فكره الانشاء ان احنا مش عايزين نبقى دوبليكيشن لطب الاطفال، لان احنا طبعا مش هنبقى زي طب الاطفال ولا احنا هنبقى زي الطب النفسي، احنا واخدين الجزئيه بتاعتنا عشان نبقى متخصصين فيها اللي هو كل ما يحتاجه الطفل، ذوي الاحتياجات والخدمات اللي نقدر نقدمها دي. حد عنده أي سؤال يستفسر على حاجة يسأل على حاجة؟ أنا بس أحب إن أنا أأكد إن إحنا بنحب نقول عليهم ذوي الإعاقة مش ذوي الاحتياجات الخاصة، علشان دي بقوة القانون المسمى العالمي حتى يحصلوا على حقوقهم بقوة القانون وليس منا من أحد. ذوي الاحتياجات الخاصة نعم، كل طفل له احتياجات، والطفل ذوي الإعاقة أو الأطفال ذوي الإعاقة عندهم احتياجات أكبر، والمشكلة أنهم قد ما يطلبوهاش، يعني الطفل العادي لما بيعوز حاجة بيطلبها، لكن الطفل ذوي الإعاقة مشكلته أنه قد لا يطلب ما يحتاج، فعشان كده بيبقى فيه توعية للأهل وتعليمهم وتدريبهم إزاي يتعاملوا مع الطفل ذوي الإعاقة، لكن إحنا مش عايزين نحس إن إحنا عندنا ستيجما، ولا دي مهمتنا في الحياة إن إحنا نوصل المسج إن اللي عنده إعاقة أو عنده ابن عنده إعاقة لا توجد مشكلة بالنسبة له، وإنه يقولها بكل ثقة إنه حقه في المجتمع، إنه فقط مختلف عن من يبدو صحيح البدن، قد يكون معطل من نفس، قد يكون روح، قد يكون عنده نقص. احنا حريصين على اننا نقول عليهم ذوي الاعاقه، علشان احنا في ايام التوعيه مهمتنا الاساسيه ان تنتهي الاحساس، ان ينتهي الاحساس بالاستجما، او ان الانسان يحس بانه عنده خجل من عيب ما، لابد من الحديث عن مشكلته عشان نتجنب انه يحصل له ايزوليشن، او ان المشكله تتفاقم من الام ما ترضاش تخرج من بيتها او تتطلق عشان جوزها عايز يتجوز واحده تانية، يقوم يجيب اطفال سلام، وقد يكون هو السبب في توارث الاعاقه عند الاطفال. انا سعيده وفخوره بمركز ذوي الاعاقات عند الاستاذه الدكتوره هويده، لاني زرته
ولاني عارفه قد ايه هي مهتمه بيه، وعارفه انه بيقدم خدمات كبيره، وان التعاون بيننا وبينهم بقاله سنين، وعايزاه ان شاء الله يستمر عشان يتقدم الخدمه للطفل اللي محتاجها في المكان اللي هو محتاجه او عايزه. يعني احنا عندنا اختلافات في وجهات النظر في تطبيق بعض الوسائل في التعاون مع الاطفال، فلا مانع من الاختلاف عشان الطفل اللي محتاج حاجه اهله شايفين انها مصلحته يروحوا في المكان اللي بيقدم الخدمه. احنا لينا طريقتنا وتوجهنا، وهم ليهم طريقتهم وتوجههم، ولازم يبقى في مراكز متعدده عشان كل طفل يروح المركز اللي يرتاح له، ويبقى في السيرفيسز، لانها في القطاع الخاص غاليه جدا جدا، فكلما توفرت بالدعم الحكومي كلما كان افضل، واتمنى انها تكون في كل قطاع من مصر. يعني لازم يكون في الدلتا مركز متميز، في محافظات القناه يكون في مركز متميز، وفي محافظات الصعيد كذلك يكون في مركز متميز، ومركز الدكتوره هويده يخدم القاهره الكبرى، يبقى كده غطينا مصر بالكامل، ويبقى الطفل اللي هو محتاج يتشال ما يسافروش بيه يعني اماكن كبيرة أو محطات طويلة من السفر عشان يقدروا يوصلوا للخدمة. كلما لغينا المركزية واعتمدنا على اللا مركزية في هذه الأشياء كلما كان أفضل. شكرا جزيلا يا دكتورة هويدة، شكرا جزيلا، وأتمنى حضرتك بقى تقدميني كسكند سبيكر عشان ما نعطلش الناس. شكرا يا دكتورة إيمان. أنا بس بوضح لحضرتك إن أنا قلت لأن اسم المركز عندنا كده، ما أقدرش أقول ذوي الإعاقة لأن يعني تغيير المسمى بيبقى وحش، وهو المركز اشتهر بهذا يعني اسمه اللي في الجهاز المركزي مركز انا رعاية ذوي الإعاقة خالص. انا بس عايزة ان الناس ما تحاولش تبقى فاهمة صح، او ذوي الاحتياجات او ذوي القدرات الخاصة، لان النهاردة يوم التوعية. النهاردة يوم التوعية. طبعا مدى سعادتي ويشرفني ويسعدني ان اقدم اختي الكبيرة والاول ابناء اختي واستاذتي الاستاذه الدكتوره ايمان زكي. هي الدكتوره ايمان زكي دايما ما شاء الله عليها دينامو كل الفعاليات اللي بتتم، وهي دايما عندها اصرار على العلم وانها تعلمه. يعني في ناس كتير بيبقى عندها العلم وبتبقى بخيله فيه، لكن الحقيقه الدكتوره ايمان هي فعلا بتحب تدي العلم لكل الناس. خيركم من تعلم العلم وعلمه. فالحقيقه طبعا انا سعيده جدا بوجودي، وسعيده جدا واتشرف ان انا بقدم سيادتك. اتفضلي يا دكتور ايمان. الشرف لينا يا دكتوره هويده. انا دلوقتي هعمل شير بعد اذن الدكتوره صفيناز. اتفضلي. تديني الشير بعد اذنك يا دكتوره صفيناز عشان اعمل شير. اتفضلي يا فندم. طيب انا بس هحاول اعمل شير من من الباوربوينت المسجل عليها الصوت، فاذا فشلت هجيب البي دي اف واتكلم انا. فأرجو أن يتسع صدركم لكده. هنا قول لي the host can share، بعد إذنك يا دكتورة صفيناز افتحي لي إن ليني الهوست بس لحد ما أعمل شير وأرجعه لك تاني. حاضر، ثانية واحدة. شكرا جزيلا. أوكي. حضرتك الهوست دلوقتي دكتورة إيمان. تمام، هعمل شير واشوف لو نجحنا كان بها، حصل مشكله هنشوف. هخرج واعمل شير للبي دي اف لانها امن.